خلينا نتكلم كده بشكل أكتر توضيحا عن مكتب التنسيق والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية اللي احنا على أبوابها. معانا الأستاذ عبد الرحمن عبادي، مسؤول ملف التعليم بجريدة الأهرام، وبنصبح على حضرتك في الأول وبنقول لك إيه الأخبار بالنسبة لي اللي طلع. صباح الخير هبة ومحمد ودكتور كريم وأستاذ المشاهدين، أهلا بيك يا أستاذ عبد الرحمن. إيه اللي حصل بقى دلوقتي في المرحلة الأولى، وإيه المؤشرات اللي طلعت، وهل في أماكن شاغرة فيما يسمى بكليات القمة للمرحلة الثانية ولا إيه؟ طيب باختصار شديد، زي ما احنا اتكلمنا من أسبوع عند حضراتكم، كانت المرحلة الأولى حسب المؤشرات وحسب مجاميع الطلاب المرتفعة في شعبة العلمي علوم وعلم رياضة، كان هناك ارتفاع في الحد الأدنى للكليات الطبية والهندسية، تجاوز 1.5% في كليات العلمي، وصل إلى ما يقرب 3% في كليات الهندسة. لكن مش معنى ده إن الفرص انتهت أمام طلاب المرحلة الثانية، اللي هم يعتبروا أكبر عدد من طلاب الناجحين في الثانوية هذا العام. عدد الملتحقين بالمرحلة الثانية 353,057 طالب، بحد أدنى 64.63% للعلمي و 56.1% للأدبي. طلاب المرحلة الثانية لا تزال أمامهم كثير من الفرص. صحيح يمكن كليات القطاع الطبي، الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، شغلت جميع أماكنها، وكذلك مفيش فيها أماكن خالص لطلاب المرحلة الثانية، مظبوط؟ دول انتهوا فرصهم قدام مرحلة تانية، لكن المرحلة التانية لسه قدامهم فرص كتيرة جدا جدا في الكليات. يعني طلاب علم علوم قدامهم لسه معظم أماكن كليات الطب البيطري، كليات التمريض، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. الارتفاع في النتيجة وفي درجات الطلاب هي اللي خلت ارتفاع في التنسيق، يعني التنسيق كمان في المرحلة الأولى كان مرتفع. طبعا ارتفاع الحد الادنى للكليات في المرحله الاولى مرتبط بارتفاع مجاميع الطلاب في شعبه العلم علوم وعلم رياضه، وارتفاع عدد الحاصلين على مجاميع اكبر من العام الماضي. يعني فوق 85% كان عندنا نسبه كبيره، يمكن اكتر مره ونص من السنه اللي فاتت. كمان إضافة درجتين الفيزياء للطلاب اللي كانوا مستحقين ليها، أضاف الطلاب حوالي 3,300 طالب للمرحلة الأولى، وده ساعد في ارتفاع أكبر من حتى من اللي كانت بتشير إليه المؤشرات. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي فرص طلاب المرحلة الثانية، هناك أماكن بكليات الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الفنون الجميلة والتطبيقية لمن نجح في اختبارات القدرات الخاصة بيهم. جميع كليات العلوم الإنسانية والنظرية مفتوحة أيضا لطلاب علم علوم، وهناك أيضا شعبة الرياضة إيه الأخبار بالنسبة لها؟ ليهم حاسبات ومعلومات، عندهم أماكن جيدة ب 17 كلية حاسبات ومعلومات. هندسات خلصت في المرحلة الأولى؟ كليات الهندسات خلصت، لكن المعاهد الهندسية لا تزال هناك أكثر من 45 معهد هندسي مفتوح لجميع طلاب المرحلة الثانية. أيضا كليات الحاسبات والمعلومات، في 17 كلية حاسبات ومعلومات لا تزال بها أماكن بانتظار طلاب المرحلة الثانية. هناك الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لمن خاض الاختبارات بتاعهم ونجح فيها متاحة برضو لطلاب المرحلة الثانية. كليات العلوم موجودة برضو لطلاب علم رياضة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار والأدب يا أستاذ عبد الرحمن. إضافة بس في أهم حاجة للعلمي، في كمان الجامعات التكنولوجية، وهم 10 جامعات تكنولوجية موزعة على أنحاء الجمهورية، تعتبر من الفرص الجيدة والممتازة لطلاب الثانوية العامة ولطلاب التعليم الفني أيضا. طلاب الأدبي لا تزال أمامهم فرص الالتحاق، طبعا انتهت فرص التحاقهم بكليات الإعلام والألسن والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية والتربية والتجارة، لكن لا تزال هناك بعض الشعب في كليات التربية مثل شعب التعليم الابتدائي، الطفولة المبكرة، جميع كليات الطفولة المبكرة، كليات الأداب، بعض كليات الحقوق التربية النوعية، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، السياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي، إلى جانب جميع معاهد العلوم الإدارية والتجارية ونظم المعلومات والحاسب الآلي واللغات والخدمة الاجتماعية والإعلام. كل دي فرص موجودة لا تزال للالتحاق بكليات الجامعات الحكومية أمام طلاب المرحلة الثانية وبعض طلاب المرحلة الثالثة. هتتعرف منين الثالثة بقى دلوقتي؟ ما لسه صح؟
ما احنا خلاص احنا عارفين ان الثالثه دلوقتي هيلتحق بيها اقل من 64% او 56%، بس طبعا هتكون فرصهم في الالتحاق بالكليات محدوده، مفهوم لكن طبعا هتتاح لجميع الناجحين. دي النقطه المهمه جدا في الموضوع، ان جميع الناجحين في الثانويه العامه من حتى 50% هتكون قدامهم فرص التحاق بمؤسسه من مؤسسات التعليم العالي. ان لم يكن كليه هتكون معهد عالي او معهد متوسط، طالما ان الطالب تقدم الى موقع التنسيق الالكتروني الخاص او التنسيق المركزي الخاص بوزاره التعليم العالي. بنشكرك استاذ عبد الرحمن عبادي، مسؤول ملف التعليم بالاهرام.